ارحب فيكم مشاهدينا الكرام. ضيف اليوم الممثل المبدع والعرباوي قح، الفنان بشار الجزاف. بالبدايه حياك الله بشار. ليش عرباوي؟ ما بقول عرباوي قد تساوي كظماوي، انت عرباوي قح، ليش عرباوي؟ شوف العربي هذا انت ما تقدر تقول ليش عربي، ليش عرباوي؟ هي تيجي يعني مع البطاقه المدنيه خلاص تنولد عرباوي، هي تيجي. في ناس نولدون قد تساوي، في ناس نولدون عرباوي، انا عرباوي. قلب جمهور العربي احترق، تعب يشوف العرب قاعد يخسرون. لمتى يعني ما تفكر تغير؟ ما مليت من الخسائر؟ صعب تغير العربي، صعب. هذا عشق، هذا شيء في الدم، هذا ما تقدر، هذا ما صعب. دوري من متى ما خذوا العربي؟ من ايام البيجر، ايام البيجر هذه قطه صارت مع العربي. ملينا، اشوف بتقول البيجر بتطلع لي كل الاشياء القديمه، خلاص خلصت القطات هذه. احنا ملينا فقاعد نعطي فرص حق الفرق الثانيه. بالكويت العربي هذا ناديك، منو فريق ينرفزك؟ يعني لما العربي باري تقول يا ساتر. كاظمه شوف، كاظمه دائما يكون بالنص، يعني لا هو اللي يعني تشوف راح ياخذ، ولا هو اللي مثلا راح يغير نتيجه. وعموما كاظمه يخرع، ودائما لقب الحصان الاسود. إيه. واحترام الكبير أكيد. ويعني تحيتي الكبيره حق فريق نادي كاظمه الجميل، مع ان عندي اصدقاء كثيرين في نادي كاظمه. يعني بما انك عرباوي اكيد في جول يعني احد اللاعبين العربي حطه، احمد عسكر، ليومك بالذاكره. احمد عسكر على القاسيه، من نص الملعب، من فاول. بشار العاده في بعض الممثلين مثلا تلقى مثلا ميوله عرباويه ولا قدساويه، ما يقول انا عرباوي انا قدساوي، خاف انه يخسر جمهور. تدري انه في تعصب كروي. انت علني، انا عرباوي قح. اللي بيزعل خليه يزعل، كيف مع فريق وانا اروح ليش اجامل على حساب فريقي؟ انا احب فريقي. ننتقل حق اوروبا، دوري انجليزي، اسباني، برشلوني. شوف اذا الدوري الانجليزي مانشستر، ايه يونايتد، مانشستر يونايتد. اذا الدوري الاسباني برشلونه. خلينا ننتقل حق المنتخبات، منتخب تحبه. شوف احب المنتخب الالماني، واحب تكتيكه، انا احب اللي يبدي بطيء بعدين لا يدوس اخوي. المكاين، إيه؟ المانيا مكينه بالضبط، تكتيك، لا يلعب ذكاء، يلعب تكتيك. قبل اللقاء والله يا متابعينا قال احب الكاميرون، صدمني. ليش كاميرون؟ كاميرون عن طرف يحطون جول. ليش؟ رقصات غريبه يعني يحتفلون بطريقه غريبه، انا استانس على فريق الكاميرون صراحه. حلو. مع فريق النيجيري. ننتقل شوي، يعني رياض اعطيناها حقها وفينا. اليوم الاعلان كم وصل بالانستغرام في بروفايلك؟ كم قيمته؟ بروفايلي انا بلاش. بلاش؟ اي شركات العوده لا اشرجهم. يعني اذا جتني شركه عوده والله نبي نسوي اعلان كبير اشرد. اذا يعني فرد والله عنده هوم بزنس صغير لا اسوي فري. تاخذ منه البضاعه واعلن لك بلاش؟ بعضهم والله يدزون نقصه. اي زين، وهو من نفسه شيء من كيفه والله بدزها. حياك الله. بشار معروف عنك اكثر كجماهيريا بالسوشيال ميديا اكثر من عالم التمثيل، انت مثلت. انا مثلت قرقعان مع داود حسين، انا طلعت من تحت ايد داود حسين. احلى تحيه حقك اكيد. طبعا هذا الـ يعني شوف لو شنو انت بتتكلم عن داود؟ داود حلو اكيد. داود حسين يعني انا اشوفه اخوي الكبير اللي علمني وايد اشياء، وللحين في كلمات قالها لي للحين ترن في راسي، وحتى لما انا اسوي اي شيء. بشار صوتك مميز وصوتك حلو، نبي اغنيه حق العربي، اهداء حق العربي، حتى الاغنيه تحب اهداء حق العربي. لا شوف العربي شيلات، العربي ما عطنا. لا ما اقدر تمرين الناس، شجعهم خل يلعبون اكثر. لا ذول اغنيه حب حق العربي. لا انا شوف انا الاغنيه اللي احبها اكثر شيء امانه عليك هذه. أي انا اقلد فيها نزار القندي، هو صديق حبيبي نزار القندي، هو مخرج شنو يعني، هو الاشياء هذه. فانا احب اعشق صوت نزار، فلما يغنيه انا قمت اقلده. ف واحده من الاشياء يعني امانة لي يا ليل طويل وهات الدوري من اول. يا رب يعني يا رب يبون دوري. حلو حبيبي. كلمه اخيره. اول شيء يعطيكم العافيه، ثاني شيء يا رب العربي ياخذ الدوري. والله انا متفائل، انا ب 2017 متفائل بوايد اشياء. يعني الحلو اللي بالعربي مهما تتمنى له ما يصير. وجمهوره مهما يقول انه مثلا شوف ما نبي نحضر له، شوف لكن يحضرون. معليش شوف افتر الكره الارضيه كلها، ولا نفس جمهور العربي ما راح تلقى لو تموت. انا اقول لك يا كاش
وجبت يلا على الكاميرتين يلا كاش على الكاميرتين على الكاميرتين ما ترى في جمهور قاعد يتابعك نوادي ثانية بكل تقديري واحترامي لهم جمهور العربي ولاءه ايضا نشوف مع بعض ما لا يعني مثيل امانة بالنهاية كلام الفنان ممثل بشار الجزاف مو كلام عشان لا تعاتبوني لا ترى هو عرباوي بس خايف ترى جد عرباوي بس خايف لا ابوه حارس مرمى احسن نجم ترى خايف راح يقصها انا ادري المونتاج لا خلنا نسوي شيء عشان ما اقدر اقصها رحنا يعطيك العافيه بشار ما قصرت الامانه استمتعت وياك متابعيني شوفوني الاسبوع الجاي مثل هاليوم يوم الاثنين دائما امتعكم مع ضيوفي فما الله